أنا اسمي إيهاب، 27 سنة. أنا مؤسس ستارت أب ديمبا. ديمبا هي مشروع قايم على إعادة تدوير أو إعادة استخدام القماش الموجود في المصانع والورش الموجودة في مصر بشكل عام، ونطلع منها منتجات صديقة للبيئة، وبندعم بيها كمان سيدات معيلات موجودين في اسطبل عنتر وفي عزبة خيرال. الخطوات في ديمبا بتبدأ كالتالي: بنتفق مع صاحب المصنع أو صاحب الورشة، بناخد منه قصائص القماش اللي باقية منه، بنشتريها وبننقلها للمخزن. بعديها بتبدأ عملية الفرز. بدأنا بأربع سيدات ووصلنا دلوقتي لحوالي 1000 سيدة معيلة موجودين في مختلف المناطق العشوائية جوه القاهرة وبرا القاهرة. أكتر الصعوبات اللي قابلتنا إن أصحاب المصانع كانوا بيقفوا لنا وما بيرضوش يدونا القماش. وصلنا لفترة من الفترات ان احنا لازم ندفع لصاحب المصنع علشان يدينا الحاجة. بعد اول سنة بقينا احنا بنشتري قصائص القماش الهادر اللي عنده علشان هو ما يحرقوش، وبيقول لنا لا انا ممكن احرقه وما تاخدهوش طالما انتوا هتستفيدوا بيه. النجاحات اللي وصلنا ليها في ديمبا لحد النهارده، احنا بقينا بنبيع بره مصر وطبعا بالاضافه لجوه مصر. احنا كنا بادئين بخط انتاج واحد، النهارده احنا واصلين لاكثر من 9 خطوط انتاج. حلمنا ان احنا ندعم سيدات اكتر، حلمنا ان احنا نساعد البيئه اكتر ونعمل منتجات اكتر، حلمنا ان احنا نكون ستور كبير موجود على ارض الواقع.